الله على التبريدة هنا تحت هذه الشجرة، تبارك الله. والسدها واحدة هنا، والعوين تبارك الله يصلح لنا غير شي طاجين تبارك الله مع العائلة والأصدقاء هنايا. والحمد لله على كل حال كما كتشوفوا. السلام عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. الان كندورو في واحد البلاصه اللي زوينه بزاف بصراحه، اللي عجبتني انايا بغيت نبارطاجيها معكم. والاغلبيه ديال الناس ما كيعرفوش هذه البلاصه هذه فين جات، هذا السد هذا اللي كاين في مدينه بركان بطبيعه الحال، وجا حدا السكن الاقتصادي ديال بركان الجديد. تقريبا الخرجه ديال بركان طريق الناظور بواحد 3 كيلومتر او تقريبا 3-4 كيلومتر. البلاصه زوينه بزاف عجبتني، بغيت نبارطاجيها معكم اخوتي. هذا السد هذا اللي كيحتوي على مجموعه من الطيور المهاجره والنباتات كما كتشوفوا، النباتات يعني زوينه بزاف وعند كتطلق واحد الرائحه زوينه كما كتشوفوا. وهذه البلاصه هذه راه عامره سدره، عامره سدره، وكاين السدره راكم عارفين فوق النبق. مرحبا بكم اخوتي، هنا تلقطوا شويه النبق مع العائلات ديالكم. كيجيو هنا العائلات ويجيبوا الطواجن، يجيبوا هذا مكان سياحي. اصحاب المنطقه، الناس اللي كيفهموا كيعرفوا كيجيو هنا العائلات ديالهم، كيجيو بالسيارات ديالهم وكذا، كيديروا الطواجن ويديروا المسائل هنايا، كيقضيو واحد الوقت اللي زوين بزاف. وانا بغيت نبارطاجيه معكم باش تكتشفوا هذا المكان هذا معنا. غادي ندير لكم واحد الجوله هنايا، واحد الطله خفيفه. هنا من الفوق كاين غابه ديال الاشجار، غابه، ومن هنا كاين مجموعه من الشجار يعني كما عارفين السدره والربيع وداك الشيء. وكاين اماكن زوينه بزاف صراحه بغيت نبارطاجيها معكم اخوتي. وما تنساوش تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد، وتدعموني باش ان شاء الله نقلب لكم على احسن محتوى واحسن مكان للاستجمام والطوران كما نقولوا بطبيعه الحال في المنطقه الشرقيه. هما صحاب هما في الغرب والاخر مازال شويه، انا مازال راكم عارفين خصنا شويه الماده. وهي هذه اخوتي، ندير واحد الدويره خفيفه. وما تنساوش خوتي بارطاجيو هذا الفيديو للدراري صحابكم. هذا كان فيديو قصير، وغادي نخليكم مع هاد المقتطفات هذه.